السلام عليكم المشاهدين ديالنا، تحيه لكم خوتي المغاربه المحضر الغاليين في كنتم داخل الوطن وخارج الوطن، وتحيه لخوتي الجزائر داخل الوطن وخارج الوطن، نفس الاعزاء الغاليين، تحيه لكل الشعوب العربيه، تحيه للمشاهدين ديالنا كاملين اينما كان. احبكم في الله عز وجل. اليوم ان شاء الله حنا كنتوجهوا لخويا الفريح، الله يكمل لهم الخير، هو اختي مريم، نتمنى لهم الخير ان شاء الله في وليدهم، وتكون ان شاء الله حياه سعيده ومولداتهم ان شاء الله. دابا السلاح داز، دابا حنا ان شاء الله غادي نفصلو، والمداوحيه حدايا هي اللي غتعطيني وليداتي. الله يخطيكم، تابعونا وليداتي، الله يخليكم لينا. ودابا السي طيب هو اللي غيفصل لنا هذا الحولي ان شاء الله، هو اللي غيعرف يقلب لنا الطروفه، وبقاو معنا ان شاء الله شنو غيعطينا هذا الحولي وشحال غيحط لنا، وكل شيء غتابعوه معنا. ربي يخليك. الله يخليكم خوتي المشاهدين، كي درتو لاباس عليكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، على خير وبخير، بصحه جيده يا ربي انت وليداتك، كل اللي راه حنا عندنا، ولقى سيدنا مريم، حنا عندنا مكتوب على السفر، بغيتكم من هنا للخير، وهو حميد اش كاع داك جينا كسول واش كتقول له ولا باقي عندها جينا؟ لا يا فتخمتي لحد ياك؟ اغانوا اجدوا اش نضل نخدموا ونتصوروا 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 علينا. مازال كنهار صور جاي تدمع صور جاي بغياطه صور جاي بغياطه هو تيتصور تيتفصل وغادي يصور طايب في الدراسه صور جاي تكل بدا بحرايم هذا الوليد ان شاء الله يا ربي يشوفك حويتي لبيبه يا حويتي كيسموه زياد 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 ان زياد ان شاء الله يكون في كتابنا ان شاء الله حيدي الطبس الصحي ان شاء الله خليك سير. نخلي بلاتي دابا بلاتي. بلاتي. الشارع عاد نجي. فصل داك الشيء خلاص قبل. وعندي نقول لكم هذا الشيء. والله ما عندي عشاء. أول مشاكل.
شي هادي انا شافوتي لا بغات السما يجيب شتي شنو قطع من الوسط قال خير هذا هو انا غايجيب لك المشرف ديالك صور على غير طايس كبار شنو يقول شي الطرف الغير غير مش غير غير مش غير سيس هذاك خو بصحيح كتقصنا يلاه باش دير الهواء كتفصل ما لا بالهواء فاش غتحط في الارض ما يطم جلب لا نبدل ماشي بزاف دابا راه تيقول لها يطو بالفيديو شي فلوه عليه يقول له غتبدل يطو لا ماشي بشي حاجه لا قال لك شي جيب شي بزاف اخر اه خدام خدام خور احسن منها قفرت لك تحشموت اوكي انا ما سيش اديني ها نشتري عندك الكوكا واه انا سي ديال هاكا قال ماشي هاكا الكوكا ما نيجي نشتري هاكا داك اللي طالع انت فوق اللي خدام فوق شنو واجا طلع يجي فين فين خرج ليه هاكا دوك لا ما ما بيا دابا بس ها ها الله يطيعك هذا هو اللي صعب هذا هو مني ما تديره فوق الشيء هذا اللي قال لك بديك مريم انا حسيت انت مع طرف كبار يا لا فرق هذا فرق هذا كاين شعبه كما يطول عمرك ويرحم بيك وعقبال العربي وسي محمد الله يخليك انا ردوها لك في الخير ان شاء الله تحفظ الله يخليك الله يخليك الله يجعل ربي يطول له العمر راه الكلام هذا حولي هذا واجب علينا ودينا سال الجزار خصنا كورسه تمشي وكورسه تجي هذاك الشيء هذاك الجزار دوروا معايا فيها انا وصاحبي دابا خاصي طيب راه قدرنا الغرض الله يجعل ربي يعطي صحيحه جديده لا خويا وهذه راه خويا تاهي عزيزه الله يخليك الله يطول عمرك وعقبال الدراري وصبرك الله عليكم اوليداتي وشكرا لكم الاحباب انتم كتشوفوا الحمد لله كل شيء داد على احسن ما يرام نتمنى ان شاء الله فرحه تكون دائما ان شاء الله لهذه العائله ولكل العائلات ان شاء الله كل اللي ما عندهاش الله يفرحها بشي وليدات ان شاء الله في هذا الشهر العظيم ونتمنى لكل المغاربه ولكل الشعب العربيه واخوتنا الجزائر عواشر مبروكه ان شاء الله تدخل عليكم بالخير والبركه ان شاء الله وانتم كتشوفوا الفيديو سالة ديالنا هنا تلقاو في شي فيديو اخر ان شاء الله بحول الله حياكم الله السلام عليكم طوب كريم